أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من العربية، والبداية بالعناوين. رسائل هيلاري كلينتون تكشف أن سعود الفيصل أغلق الخط في وجهها واتصالها بقطر لجمع أو لدعم الجماعات المتطرفة. خلال 24 ساعة السعودية تسجل أدنى مستوى للإصابات اليومية بكورونا منذ إبريل عند 323 إصابة. لنجعلها خضراء ستغير وجه عشرات المناطق السعودية، 10 ملايين شجرة لحماية البيئة وتحسين الحياة. وتتابعون أيضا في الرابعة، جريفيث إلى الرياض للقاء هادي من أجل بحث صيغة مسودة اتفاق وقف النار وانتهاكات الحديدة. الروبوت الذكي في الحرمين قدرة على التعقيم تصل إلى 600 متر مربع وعمل متواصل لثماني ساعات. في تفاصيل الرابعة، يستعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لنشر رسائل جديدة من البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. يأتي ذلك بعد ضغط من الرئيس ترامب على بومبيو لكشف تلك الرسائل. وفي التسريبات السابقة أوردت كلينتون قصة مع وزير الخارجية السعودي الأسبق الأمير سعود الفيصل، حيث أغلق الفيصل الهاتف في وجهها بعد أن اتصلت به غاضبة من دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين عام 2011 إثر حدوث أعمال شغب من جماعات متطرفة. للحديث عن هذا الموضوع معنا من واشنطن الدكتور بندر الدوشي، الباحث في العلاقات الدولية. دكتور بندر، أهلا وسهلا بك إلى هذه النشرة. التسريبات الجديدة القديمة دائما نتحدث عنها في كل مناسبة، المناسبة الأخيرة هي دعوة الرئيس ترامب بومبيو للكشف عن تفاصيل هذا البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون رسميا هذه المرة، ولكن هذه التسريبات ماذا تكشف؟ العلاقة ما بين كلينتون مثلا ووزير الخارجية السعودي الأسبق الأمير سعود الفيصل عندما يتعلق الأمر بدولة مثل البحرين؟ نعم، أولا يجب أن نعرف أن قضية الإيميلات هي قضية كبيرة، وبالتالي هناك لها بعدان. البعد الأول كانت في الجانب الأمريكي، وكان هناك تناقض داخل الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في تعاملها مع الاحتجاجات أو الربيع العربي، كان كما يسمونه الربيع العربي. المملكة العربية السعودية أخذت على عاتقها مهمة إرساء الأمن والاستقرار، ولكن هناك أطراف كانت في دول الخليج العربي وهي قطر أخذت الجانب الخاطئ من الاحتجاجات ودعمت أطراف إسلامية ودعمت الثورات في الدول العربية بحجة دعم الشعوب، وهي حركة وهي مستغلة التعاطف الشعبي مع التغيير، مستغلة حاجات الشعوب، وبالتالي فشلت معظم هذه الاحتجاجات لأن قطر كان لها أيدي خطيرة أو خبيثة في دعم فصائل إسلامية متطرفة، دمرت الثورة في سوريا، دمرت الثورة في ليبيا، حاولت تدمير مصر، حاولت التدخل في البحرين، ولولا التدخل السعودي والتدخل الإماراتي في البحرين لكانت كارثة. طيب دكتور بندر، هناك مفارقة غريبة جدا لابد من الحديث عنها. في تلك الفترة كان من المبررات للربيع العربي تغيير الأنظمة التي تدعمها الولايات المتحدة، ولكن يبدو بأن الموضوع اختلف عما كان يتوقعه البشر. فعلا واضح، من الواضح أن الإيميلات تكشف أن حتى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كانت غير سعيدة حتى بما يحدث، رغم أن قطر حاولت أن تظهر للإدارة الأمريكية أنها يجب أن تدعم الاحتجاجات، يجب أن تدعم تحركات الشعوب، وأظهرت حاولت قطر أن تظهر للإدارة الأمريكية أنها دولة فاعلة يجب الاعتماد عليها بأنها تستطيع إدارة هذه الاحتجاجات، السيطرة على الفوضى التي تعقب هذه الاحتجاجات، وبالتالي كانت وجهة النظر السعودية هي المنطقية، وكان هناك نوع من الرضا
رغم في بدايات الاحتجاج كانت الإدارة الأمريكية حريصة على دعم هذه الاحتجاجات، لكن في نهاية الاحتجاج كما حدث في سوريا ومأساة سوريا أدركت الإدارة الأمريكية باراك أوباما والخارجية الأمريكية تحت جون كيري أدركوا أن الموقف السعودي الحريص على الاستقرار والأمن هو الموقف الثابت هو الموقف الصحيح، وأن دعم الاحتجاجات هو يشكل خطورة. نلاحظ ما الذي حدث في ليبيا، نلاحظ ما الذي يحدث في سوريا، نلاحظ ما الذي حدث في اليمن، جميع هذه الدول كانت تحت تأثير هذه الاحتجاجات، وكان لقطر دور وأيدي خبيثة في دعم فصائل إسلامية من أجل السيطرة والهيمنة على مقدرات هذه الدول. طيب دكتور بندر ابقى معي، سأتناول أيضا جانبا آخر من تلك التسريبات، تسريبات رسائل هيلاري كلينتون السابقة تناولت تدخل قطر في ليبيا، تلك الرسائل تحدثت أيضا عن اتصال لطلب دعم قطر للجماعات الإرهابية في ليبيا، إضافة إلى تدخل قطر لدى الناتو من أجل البقاء في ليبيا لمنع عودة نجل القذافي للحكم. من بين ما جاء في التسريبات السابقة أيضا تداول مقال بين مساعدي كلينتون حول تعاون قطري مع تنظيم الإخوان لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، وأرسل المقال جاكوب سليفان الذي كان مدير التخطيط السياسي في الخارجية في ذلك الوقت إلى كلينتون قائلا إنه سيعمل على كيفية الإعلان عن الخبر بطريقة مناسبة. أيضا ينضم إلينا الدكتور بندر الدوشي. دكتور بندر، الفوضى الخلاقة في المنطقة التي كانت تقودها الإدارة الأمريكية السابقة يبدو بأنها راهنت على حصان الإخوان المسلمين بدعم من تركيا وبتمويل من قطر. نعم، هذه الإيميلات هي ليست هي حقائق، ولكنها تثبت فقط للشعوب العربية والخليجية الدور القطري الخبيث والمزعزع في استقرار دول المنطقة. قطر قدمت نفسها، أنا اطلعت على الإيميلات، هي تحاول أن تقدم نفسها بأنها دولة محورية أرادت الإبلاغ الإدارة الأمريكية بأن هناك حركة احتجاجية ضخمة في الشرق الأوسط وأن الربيع العربي قادم وأن قطر لها دور كبير عبر أدواتها الإعلامية وعبر الأموال، وأن جماعة الإخوان الإسلامية هي جماعة فكرية يستطيع تبحث أو تدعم حرية الشعوب، وبالتالي يجب دعمها كحصان لهذه الاحتجاجات للسيطرة على هذه الاحتجاجات ولإحداث تغيير ديمقراطي في الشرق الأوسط. بالحقيقة تحولت هذه الاحتجاجات إلى كارثة بسبب الأموال القطرية. نحن نرى ما الذي يحدث في ليبيا اليوم، نرى ما الذي يحدث في سوريا، ارتفع مستوى التطرف. الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كانت تعلم أن قطر تدعم منظمات إسلامية وكانت تدعم، كانت تنظر إلى الدور القطري بتوجس. يعني أنا أختلف من يقول أن إدارة أوباما حالفت مع الإسلاميين، كان ليس لديها أي خيار، كانت تنظر قطر قدمت لها الخيار أنه هناك حركة احتجاجية وأن التحالف مع الإخوان. هذه الخيارات التي كانت متاحة للإدارة الأمريكية في ذلك الوقت، ولكن الآن لا يمكن إنكار بأن الرئيس ترامب من خلال الكشف عن هذه الإيميلات إذا وفى بومبيو بوعده هو يريد الاستفادة منها وتوظيفها ضد الديمقراطيين وضد جو بايدن في الانتخابات المقبلة، ولكن هل لا زال الديمقراطيون بنفس العقلية وإن تغيرت الشخصيات يراهنون على جماعات مسلحة من أجل التأثير وإحداث الثورة أو التغيير أو الخلاق الذي تحدثوا عنه سابقا؟ على الجانب الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الاستفادة، هو يرى أن هيلاري كلينتون تعاملت باستخفاف مع وزارة الخارجية، أهم وزارة سيادية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي وزارة مهمة ولها أفرع ولها تأثير على مستوى العالم، تعاملت مع هذه الوزارة مع هذه الوظيفة باستخفاف، استخدمت إيميلاتها الشخصية، عرضت الموظفين في الوزارة وعرضت نفسها وعرضت المعلومات الأمريكية لعمليات التجسس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن قضية الإيميلات لم تأخذ مجراها، وبالتالي ضغط على وزير الخارجية مايك بومبيو للإفراج عن بعض الإيميلات، وبالتالي أنا أعتقد أن في الفترة المقبلة سوف تكون هناك مجموعة من الإيميلات. على الجانب الآخر، الديمقراطيين يتألمون ويشعرون بفشل السياسة الخارجية التي اعتمدها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اعتمد، لاحظنا أن الأزمة السورية مستمرة، أن الوضع في ليبيا رغم التدخل الأمريكي ما زال مستمر، وبالتالي أنا أعتقد أن العقلية التي القادمة هي حتى إذا فاز جون كيري، لا أعتقد أن فاز جو بايدن نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية وأنا أستبعد ذلك، أعتقد أن العقلية سوف تتغير وأن التعامل مع أمريكا تفضل الاستقرار الآن. لا، ليس هناك حتى دعم لجماعة الإخوان المسلمين، سوف أعتقد أنهم لن يكون هناك دعم لأي تنظيمات إسلامية، سوف تراهن الإدارة الديمقراطية على الاستقرار كما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هم لا يعترفون أن
إدارة ترامب نجحت في إرسال استقرار للشرق الأوسط، ولكن يدركون أن التحالف مع دول كبرى مثل مصر والسعودية والإمارات هي هو تحالف للاستقرار وللتنمية وللتطور. وأعتقد أن ما في الفترة المقبلة الإدارات الأمريكية المتعاقبة سوف تركز على الاستقرار عوضا عن دعم الاحتياجات التي كانت لها دور كبير في رفع مستوى التطرف على مستوى العالم. دكتور بندر الدوشي، الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. قبل قليل أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، وهي الحصيلة الأدنى منذ أوائل أبريل الماضي. الصحة السعودية أعلنت أيضا عن شفاء 593 حالة جديدة، كما أعلنت عن 25 حالة وفاة. هذا وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي أن السعودية احتلت المرتبة الأولى عربيا والخامسة والعشرين عالميا في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بأبحاث كورونا. المملكة العربية السعودية بكوادرها المتميزة بالسعوديين والسعوديات من الرائدين في المجال البحثي والحائزين على مستويات موثوقية ومستوى علمي مرموق على المستوى الإقليمي والعالمي، يشاركون ويصل بذلك ترتيب المملكة في ما يسجله العالم المرتبة 25 عالميا في هذه الإسهامات، وهذه مرتبة متقدمة فيما بين الدول، وتعتبر الثانية على مستوى الشرق الأوسط والأولى بين الدول العربية في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. وهذا إسهام مهم جدا، تشارك فيه مجموعة من المراكز البحثية ومجموعة من الفرق التي تقوم على الدراسات العلمية من مختلف القطاعات الصحية في المملكة العربية السعودية في تعاون فريد جدا، ثماره عالية ولله الحمد على المستويات الدولية. دعا مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية مصابي كورونا الذين تظهر عليهم الأعراض للمشاركة في تجربة سريرية لتقييم فعالية لقاح جديد لتحليل النتائج بعد اكتمال العينات المطلوبة، وهي 600 مصاب. وتقوم كي مارك بمشروع دراسة سريرية مدعوم من برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، والهدف إلى تطوير دراسات تنتج لقاحات تتعرف تلك الدراسات على الفيروسات المنتشرة. للمزيد من التفاصيل معنا من الرياض مراسل العربية الزميل عبد المحسن الحربي. أهلا بك عبد المحسن، حدثنا عن التجارب السريرية الجديدة للقاح الجديد لدينا في المملكة. عبد المحسن، يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع الزميل عبد المحسن، سنعود مرة أخرى إليه، ولكن بعد هذا الفاصل القصير تتابعونا بعده في الرابعة. الترخيص في سبتمبر الماضي ل 890 مصنعا جديدا في السعودية باستثمارات اقتربت من 19 مليار ريال. نعود مرة أخرى في الرابعة إلى الزميل عبد المحسن الحربي من الرياض. أهلا بك عبد المحسن. إذن نتحدث عن تجارب جديدة ودعوة لتجربة لقاح جديد ضد فيروس كورونا في السعودية. نعم بالفعل محمد، تقوم كيمارك عبر مختبراتها هنا بدراسة دقيقة لفيروس كورونا كوفيد 19، أو كذلك بدراسة للفيروسات الأخرى المنتشرة. مؤخرا قام كيمارك بدعوة 600 شخص من مصابي كورونا ممن تظهر عليهم الأعراض لتجربة هذا الدواء الجديد وتحليل نتائجه. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم إلينا الدكتور محمد بوسعيد، استشاري الأمراض المعدية. دكتور، هنا في المركز قمتم بدعوة 600 شخص، حدثنا أكثر عن هذه الدعوة، عن هذا الدواء، كيف من الممكن أن تظهر هذه النتائج؟ صحيح صحيح أخوي عبد المحسن، طبعا نحن في كيمارك نقوم بعمل عدة دراسات على كوفيد 19. أحد هذه الدراسات هي دراسة سريرية نقوم فيها بتجربة علاج، هو علاج فافيبيرافير وهو علاج ياباني، نقوم بعلاجه على المرضى الذين لديهم أعراض ولكن أعراض خفيفة لا تتطلب الدخول إلى المستشفى، وبذلك نقيس بعد ذلك تطور الحالة، نقيس هل المريض ما زال معدي أو لا عن طريق عمل المسحة بشكل متكرر. فهذه الدراسة تتطلب تعاون من بعض الإخوان،
فقمنا بالإعلان أنه أي شخص لا قدر الله أصيب بمرض الكوفيد 19 قد يتواصل معنا في كيمارك، وقد نضمه إلى هذه الدراسة التي تشتمل على دواء بإذن الله قد يكون مفيد لهؤلاء المرضى ويتسبب في علاجهم بإذن الله تعالى. لماذا هذا الدواء تحديدا؟ كيف تم اختيار هذا الدواء تحديدا؟ طبعا هذا الدواء معروف في السابق، كان يستخدم لعلاج الإنفلونزا الموسمية، هو ليس دواء جديد، موجود تقريبا من 2014 في اليابان ويستخدم في السابق. بعض الدراسات الأولية في الصين وجدت أن الدواء مفيد لهؤلاء المرضى، لكن العدد لم يكن بعدد كافي كي يثبت بشكل لا يدع مجالا للشك أنه فعلا مفيد لهؤلاء المرضى. فلذلك نحن نريد دراسة على عدد أكبر من المرضى. حاليا الدراسة بدأت منذ عدة أشهر، وما زلنا في طور دراسة الدواء على عدد أكبر من المرضى بإذن الله. تحدث عن دراساتكم بشكل عام على كوفيد 19، أين وصلت الدراسات بالنسبة لمركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية؟ طبعا يوجد لدينا دراسة أخرى على مستحضرين من الأدوية، وهو على المرضى المنومين في العناية المركزة والمرضى الذين لديهم التهاب بشكل شديد. أيضا يوجد عديد من الدراسات على مرضى العناية المركزة قائمة بالتعاون مع مراكز عالمية. قمنا قبل ذلك أيضا بالمشاركة في الكونفالسنت بلازما، وهي بلازما الدم التي تأخذ من المتعافين. يوجد العديد من الدراسات، بعض هذه الدراسات بإذن الله سوف يعلن النتائج قريبا، وبعضها ما زالت في تطور الدراسة وتجربتها على بعض المرضى. سؤال أخير دكتور، بالنسبة لانتشار فيروس كورونا هنالك يعني جولة جديدة من الفيروس، هجمة نستطيع القول في أوروبا في عدد من الدول، توقعاتكم في المركز للوضع في الشرق الأوسط تحديدا في السعودية؟ حقيقة صحيح، يوجد الآن عدد كبير من الحالات في دول كثيرة، حتى في دول الشرق الأوسط في الأردن وفي بعض الدول الحالات زادت بشكل كبير. ولله الحمد في المملكة العربية السعودية الحالات في تناقص، الأعداد أقل، وهذا يعزو إلى التدابير التي تمت من الدولة والتزام الناس. فنحن ندعو الناس دائما للالتزام بهذه التدابير، لأنه في حال عدم الالتزام لا قدر الله قد تزيد الحالات. الله يتقبل. إذا محمد، أيضا يعمل المركز على برنامج كبير للدراسات السريرية مدعوم من أحد برامج رؤية 2030. هذه المبادرة تقوم بدراسة عدد كبير من الفيروسات من ضمنها كوفيد 19، وكذلك لعملية تطوير لقاحات تتم عبر تجارب سريرية ثلاثة هنا في المختبر أحدى هذه المراحل، وبعد ذلك الانتقال إلى المراحل الأخرى التي يتم تحديدها سواء في المستشفى أو هنا في المختبر. عبد المحسن الحربي من الرياض، شكرا جزيلا لك. وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى الرياض لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين اليمنيين حول صيغة نهائية لمسودة الإعلان المشترك. وأوضحت مصادر أن جريفيث سيبحث مع الرئيس عبد الرب منصور هادي التصعيد العسكري الحوثي المتواصل في الحديدة وخرق الهدنة التي يقرها اتفاق ستوكهولم، وكذا التصعيد الحوثي في الجوف ومارب وتأثير ذلك على فرص التوصل لاتفاق على إعلان وقف شامل لإطلاق النار واستئناف مشاورات الحل. في الأثناء، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الغرياني أن تصعيد ميليشيا الحوثي لهجماتها الفاشلة على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية بالتزامن مع تصعيد جرائمها بحق المدنيين بمأرب وتعز والجوف والحديدة يؤكد أنها ميليشيا إجرامية لا تتقن سوى الإرهاب والقتل نهجا ولغة وسياسة. وأضاف الغرياني أن توقيت هذا التصعيد يؤكد من جديد أن الميليشيات مجرد أداة إيرانية لتصفية حساباتها الإقليمية ومحاولة النيل من أمن واستقرار الجارة السعودية، كما دعا المجتمع الدولي ودول مجلس الأمن للقيام بواجباتهم القانونية والإخلاقية باتخاذ خطوات لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية. هذا وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في وقت مبكر من صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية. واعتبر المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي أن تلك المحاولات ممنهجة ومتعمدة من قبل الميليشيات الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.
إنسانيا يعاني أطفال النازحين من نقص شديد في سوء التغذية بسبب تهجير عائلاتهم من المناطق التي تخضع إلى سيطرة الحوثيين، حيث لم تعد المستشفيات تسعهم ولا مخيمات تكفيهم، انعدام الصحة وقلة الغذاء ونقص الماء وأسباب أخرى تؤلمهم يوميا. لم يكن أحد يسمع له عندما بكى سوى حضن أمه التي حاولت إسكاته رغم ألمها. فالطفل يعاني من سوء تغذية شديد بسبب انتهاك الحوثيين بتهجير المدنيين اليمنيين من منازلهم، والأم كانت تشكي لنا عن مصابها وما حدث لقريتها بعد أن أصبحت في أعداد النازحين. تعبان، مش عندها نقص كالسيوم، وعندها ضعف مناعه، مضاعفات في حاله كله، ما يقوم شيء على رجيله، ما يمشي، عمره 7 أشهر غير ما يقوم، واحنا عندنا الطفل يقوم ابن 7 أشهر قد هو يحبي ويجلس. قلة الغذاء، نقص الماء، انعدام الصحة، ملامح تظهر يوميا على آلاف الأطفال مع عائلاتهم النازحة. تستقبلهم مستشفيات مأرب التي تحاول الكوادر الطبية فيها علاج ما يمكن من تلك الأعداد. طبعاً أعداد النازحين كبيرة جداً في هذه المحافظة، ونتج عنها ضغط كبير في الأداء الصحي. صراحة نشكر الجهات الداعمة وبالأخص مركز الملك سلمان. أكثرهم النازحين معلينهم عدم استقرارهم في بيوتهم مع أكثر النزوح، يحصل لهم سوء تغذية أو من الفقر، الحرب، المرض، وأكثرهم لأنه سوء التغذية أكثر الأطفال عندنا يجوا أقلهم مع مضاعفات. أطفال المحافظات اليمنية الذين نجوا من الموت في الحرب قد لا ينجون من الفقر، فأعداد كبيرة منهم هربوا من بطش الميليشيات إلى مناطق الشرعية الآمنة بحثا عن الغذاء. هاني صفيان، العربية، محافظة مأرب. تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. الرسالة التي تتعلق بالعلاقات بين البلدين نقلها وزير الدولة السعودية عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد الذي وصل إلى الكويت في وقت سابق. كما سلم وزير الدولة السعودية عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، تناولت العلاقات الوثيقة بين البلدين. في السعودية أطلقت وزارة الزراعة والبيئة والمياه حملة لنجعلها خضراء. تغطي الحملة 165 موقعا بهدف زرع 10 ملايين شجرة بدءا من 10 أكتوبر وحتى 30 أبريل القادم بمشاركة القطاع الخاص. حملة دعائية شاركت بها أكثر من 7 وزارات سعودية وجهات حكومية أخرى للفت الانتباه لمشروع دشرته وزارة الزراعة لزراعة نحو 10 ملايين شجرة. اليوم حملة التشجير إن شاء الله راح تنطلق في جميع مناطق المملكة، تبدأ من هنا من الوزارة كرمزية للعمل على جميع مناطق المملكة، وأيضا هي تشمل جميع الشركاء من قطاع حكومي وقطاع خاص وجمعيات بيئية وروابط وأيضا المتطوعين من أفراد المجتمع. الحملة ستستمر لسبعة أشهر وتستهدف الوصول إلى 165 موقعا في مناطق السعودية لزراعة ذلك العدد الكبير من الأشجار. الحملة لها ضوابط بيئية تعتمد على النباتات الطبيعية المحلية في المملكة. المملكة يوجد فيها أكثر من 2000 نوع من أنواع الأشجار والشجيرات والأعشاب، نهدف إلى إعادة توطينها. وزارة الزراعة جهزت عددا كبيرا من الشتلات لستة أنواع من أشجار مهددة بالاختفاء لإعادة زراعتها في مسعى لزيادة رقعة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحسين درجات الحرارة. عبد المحسن الحربي، العربية، الرياض.
نتابع تداعيات هذه الحملة مع الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم. أهلا بك دكتور عبد الله. إلى نشرة الرابعة، 10 ملايين شجرة سيتم زراعتها في السعودية خلال السنوات المقبلة، هذا الرقم إذا تم بالفعل كيف سيؤثر على الغطاء النباتي، على المناخ في المملكة، وأيضا درجات الحرارة؟ سعد الله مساء الجميع. نحن في بلد صحراوي شحيح الأمطار وحرارة مرتفعة جدا وبخر عالي جدا، وبالتالي نحن بأمس الحاجة إلى مشاريع التخضير والتشجير، ولا شك أن المسطحات الخضراء سوف تخفض من درجة الحرارة، سيما وأن العالم أجمع والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد تعاني من الاحترار ومن تغير درجات الحرارة. وحتى نستهدف تقليل وتقليص درجة الحرارة وإرجاعها كما كانت قبل نحو 60 سنة، لابد من عمل دؤوب ومخلص وجاد عملية التشجير والتخضير على مستوى المدن والمحافظات. ولكن دكتور عبد الله، لا نريد علاج مشكلة بمشكلة أخرى، كما تحدثت احنا بيئة يغلب عليها البيئة الصحراوية في عمومها، فبالتالي تلك الأشجار تتطلب كمية كبيرة من المياه، هل هناك أنواع معينة يمكن زيادة الغطاء النباتي بها ولكن في نفس الوقت الحفاظ على مقدراتنا في مجال المياه العذبة؟ مداخلة جميلة جدا، وهذا أستمع له في الواقع من مداخلات من هنا وهناك. هناك ملايين من أمتار من الأمتار المكعبة من المياه الرمادية، المياه التي في الواقع تراق في الأودية وفي الصحاري ولا تستخدم في أكثر من مدينة في المملكة العربية السعودية وأيضا محافظة. وبالتالي نحن نطالب البلديات والأمانات أن تستغل هذه المياه التي في الواقع لا يستفاد منها في عملية التخطيط لزراعة الطرق والميادين والأرصفة، وأيضا الجهات الحكومية والمدارس والمساجد من هذه المياه الرمادية التي هي صالحة حتى لسقي وري بعض الأشجار ذات الثمار التي تؤكل. طيب. ومع ذلك نقول أن أشجار مثل أشجار النيم واللبخ والفلفل العريض والفيكس ولسان العصفور والسدر والطلح والقرض وكثير من الأشجار، وهذه ليست في الواقع أخي محمد قضيتنا ما هي الأشجار، هي معلومة ومرصودة ومجربة. جميل. عندنا مشكلة أكبر من هذه. هذه الحملة التي أطلقوا عليها لنجعلها خضراء في الواقع أخشى أن تكون نسخة معدلة من أسبوع الشجرة الذي قضينا 40 سنة تقريبا أو أكثر، وما زادت مدننا ومحافظاتنا. طيب. إلا تفاءل يا دكتور عبد الله، أسبوع الشجرة هو أسبوع واحد في السنة، ولكن يبدو بأننا أمام زراعة 10 ملايين شجرة، قليلا من التفاؤل دكتور عبد الله، كيف يمكن تحقيق هذا الرقم؟ مشاركة القطاع الخاص، الجهات الحكومية، وأيضا الأشخاص الأفراد في المملكة. في الواقع أن 10 مليون سبقها أن أعلنوا عن 4 مليون ثم 6 مليون ثم استهدفوا 2020 إلى 12 مليون. أنا أتساءل أين هذه الملايين؟ صوروا لنا هذه الملايين وماذا كان حالها الآن؟ في الواقع أنا لست متفائلا مع هذه الحملة التي راح تكون على غرار أسبوع الشجرة. ومسألة التشجير والتخضير على نطاق المدن والمحافظات لا تحتاج إلى حملات ولا إلى مبادرات، تحتاج إلى مشاريع وعمل وفق رؤية وسياسات بيئية زراعية ذات ميزانية محددة ومنطلقة من مكاتب استشارية، ولا نعبث في الواقع في الوقت ولا هدر في الأموال حتى نقوم بزراعة بضع شجيرات ومن ثم تتقلص هذه الهمة وهذه المبادرة إلى لا شيء. هناك دول مجاورة كالإمارات العربية المتحدة انتهت من زراعة وتشجير المدن وانطلقت إلى زراعة الصحراء، ونحن متأخرون جدا في هذا الصدد. وبما أنك
تحدثت عن التفاؤل، انظر إلى مشروع جميل ورائع الرياض الخضراء. هذا المشروع الذي هو تحت الهيئة الملكية لتطوير الرياض في الواقع شرقت بهذا المشروع، مشروع رائع وجبار ومؤسسي وعلمي ورقمي وبيئي. انظر ماذا صنع شمال هي فرص الرياض. أتمنى تكرار مثل أن يتكرر هذا. هذه المشاريع بالفعل، وإن شاء الله خلال سنوات سنعد الأشجار أنا وأنت يا دكتور عبد الله. 5 ملايين شجرة تعدها أنت، 5 ملايين شجرة عدها أنا. دكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، شكرا جزيلا لك. تحدي صعب بالفعل. علق سوق الأسهم السعودية التداول على سهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا لمدة يوم كامل بناء على طلب البنكين، وذلك تمهيدا للإعلان عن أخبار جوهرية. التقرير التالي يرصد أبرز الاندماجات بين البنوك الخليجية خلال السنوات الماضية. أبرز الاندماجات المصرفية التي شهدناها في الخليج كانت في السعودية مع اندماج بنكي ساب والأول الذي انتهى قانونيا في يونيو 2019 وخلق ثالث أكبر بنك من حيث الأصول في المملكة. وشهد عام 2019 تعثر محادثات الاندماج بين البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض. أما الإمارات فقد شهدت العام الماضي أكبر صفقة اندماج في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هي الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال، وهو ما خلق ثالث أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول. وكانت الإمارات قد شهدت اندماجا مهما آخرا في القطاع المصرفي، هو الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، والذي تم الانتهاء منه في 2017 ليخلق أكبر مصرف في الإمارات من حيث الأصول. انتقالا إلى الكويت، تتركز الأنظار على الاندماج المرتقب بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني، والتي سيعاد تقييمها بعد استقرار الأوضاع واتضاح تداعيات جائحة كورونا. وفي حال تمت ستكون هذه الصفقة من أوائل الصفقات عبر الحدود، وستخلق منافسا قويا على صعيد المنطقة للصيرفة الإسلامية. ومن أبرز صفقات الاندماج في سلطنة عمان اندماج بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي التي وقعت الشهر الماضي. فوسط توقعات الخبراء بأن نمط الاندماجات سيتواصل، ما هي الكيانات الجديدة التي قد تظهر وكيف ستغير القطاع المصرفي؟ مايا جريديني، العربية. وفي السعودية أيضا، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنه تم الترخيص في سبتمبر الماضي ل 98 مصنعا جديدا باستثمارات تجاوزت 8 مليارات و700 مليون ريال. واصل القطاع الصناعي في السعودية نموه خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ جذب استثمارات بأكثر من 8 مليارات و700 مليون ريال بحسب ما كشفته وزارة الصناعة والثروة المعدنية نقلا عن التقرير الشهري للمركز الوطني للمعلومات الصناعية. وأوضحت الوزارة أن القطاع الصناعي خلق 1735 فرصة للسعوديين مقابل انخفاض أعداد الموظفين غير المواطنين بنحو 633، وارتفع إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء بنحو 10% في سبتمبر مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، ليصل إلى 9445. هذا وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة 98 ترخيصا، فيما قدر عدد العمالات المرخصة للمصانع الجديدة ب 3719 عاملا. وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن 53 مصنعا بدأت الإنتاج الفعلي خلال سبتمبر، مبينة أن مصانع مواد البناء تصدرت المنشآت الصناعية ب 1919 مصنعا، تليها مصانع صناعة المعادن ب 1607 مصانع، ثم مصانع الأغذية ب 1304 مصنع. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية كانت قد أطلقت مؤخرا خدمة الاطلاع على سجلات الرخص التعدينية ومناطق الاحتياطي التعديني في منصة تعدين الإلكترونية، التي ستتضمن جميع طلبات الحصول على الرخص بشكل إلكتروني، إضافة إلى سجل الرخص وكذلك سجل مناطق المعادن الذي يوضح المجمعات التعدينية ومناطق الاحتياطي التعديني، بهدف التجهيز لتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد المقرر من مجلس الوزراء أخيرا،
والذي يبدأ العمل به مطلع العام المقبل. أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، بدء تلقي طلبات المنافسة على الرعاية وحقوق التسمية لواجهة جدة البحرية الجديدة. ومن أخبارنا الرياضية في نشرة الرابعة ولكن بعد قليل، قمة بطابع ثأري بين بطل العالم وبطل أوروبا. لنجعلها خضراء، تغير وجه عشرات المناطق السعودية 10 ملايين شجرة لحماية البيئة وتحسين الحياة. وغريفيث إلى الرياض للقاء هادي من أجل بحث صيغة مسودة اتفاق وقف النار وانتهاكات الحديدة. أهلا بكم مجددا إلى الرابعة. تبدأ أمانة جدة اليوم باستقبال طلبات المنافسة على الرعاية وحقوق التسمية لمشروع واجهة جدة البحرية الجديدة من خلال بوابة الاستثمار البلدي فرص. وتتمثل الفرص بحق رعاية اسم الكورنيش الجديد بالإضافة إلى اللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية بالإضافة إلى الفعاليات الموسمية وحقوق إنشاء المتاجر الاستثمارية بما يهدف لتحسين مرافق الخدمات البلدية وتنويع الاستثمارات بطريقة مستدامة للمدن. ومعنا من الواجهة البحرية بجدة المهندس عبود ظافر القحطاني وكيل أمانة محافظة جدة للاستثمار. دكتور عبود أهلا وسهلا بك إلى نشرة الرابعة. فلنتحدث قليلا عن هذه المشاريع التي تستهدفون والرعاية التي تستهدفون إلى استقطابها، كيف ستنعكس على جودة وصيانة وتنويع مصادر الدخل فيما يتعلق بمشاريع الواجهة البحرية؟ مساء الخير أستاذ محمد لك والمتابعين العربية الكرام. ضمن منظومة تطوير الاستثمار البلدي وفي تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، أطلقت دشا معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد الحقيل مشروع تسمية ورعاية الواجهة البحرية كما أول مشاريع الأمانات والبلديات على مستوى المملكة. تم إطلاق هذا المشروع ظهر اليوم في مشروع تسمية ورعاية الواجهة البحرية بجدة. سيكون هذا المشروع إن شاء الله أولى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص التسمية والرعاية على مستوى الأمانات، وستكون انطلاقة على مستوى جدة وعلى مستوى جميع الأمانات. طيب، هل هناك رعايات معينة تحاولون إلى استقطابها، رعايات يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على تطوير هذه الواجهة؟ تم اليوم مثل ما ذكرت لكم أستاذي الكريم إطلاق إبداء الرغبات على الواجهة البحرية في بدء في تأهيل المستثمرين وتحقيق خطوة المشروع المستهدفة بعد شهر من الآن بإذن الله في بدء التأهيل الرسمي لهؤلاء المستثمرين. يستقطب هذا المشروع الشركات والمؤسسات العالية على مستوى الخليج العربي. بفضل الله صدرت الموافقة الكريمة من المقام السامي الكريم على تدشين هذا المشروع. سيكون المشروع عبارة عن حقوق ومزايا يحصل عليها المستثمر في تسمية المشروع لفترة تصل إلى 10 سنوات قادمة بإذن الله. جميل، كيف ستستثمرون هذه المبالغ المالية التي ستستقطب من خلال هذا الاستثمار في تطوير الواجهة البحرية وأيضا ربما مشاريع مماثلة أخرى في مدينة جدة؟ مثل ما ذكرت أستاذ محمد، تعود هذه العوائد المالية على تحقيق استدامة مالية للمدن السعودية والتي تقوم على إدارتها أمانات المملكة بمختلف المسميات. تقوم الأمانات على تقديم الخدمات من صيانة وتشغيل وتطوير للمشاريع مثلا الواجهات البحرية والمشاريع الأخرى بما يحقق الاستدامة المالية لها على الفترة القادمة. جميل، المسألة لها مهمة جدا وهي موضوع الاستثمار، ولكن حديثنا بشكل عام عن الواجهة البحرية، ماذا نتوقع من هذه الواجهة الجديدة؟ ما المشاريع التي الواجهة البحرية بالفعل استثمارها في هذا المكان وهو يمثل متنفس لمدينة جدة سكانا وزوارا؟ صحيح،
الاستثمار في الواجهة جدة البحرية سيكون عبارة عن استثمار يشمل العديد من اللوحات الإعلانية ويشمل العديد من المقرات، يشمل المقرات التجارية التي تخص، يتم من خلالها تسويق وترويج العلامة التجارية للشركات المستهدفة، ويتم أيضا إقامة العديد من الفعاليات ضمن نفس الواجهة، وهي من الحقوق والمزايا التي يحصل عليها المستثمر في التسمية والرعاية للواجهة البحرية وللمشاريع المستقبلية بإذن الله. من الواجهة البحرية بجدة المهندس عبود ظافر القحطاني وكيل أمانة محافظة جدة للاستثمار، شكرا لك وكل التوفيق. اختتمت يوم أمس مسابقة تحدي أبشر التي أقامتها وزارة الداخلية، وتهدف إلى تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال مشاركة المتخصصين والشغوفين بالتقنية من أفراد المجتمع. مشاركة في المسابقة قرابة 10,000 شخص، قدموا 8,000 فكرة. أكثر من 10,000 مشارك قدموا قرابة 8,000 عمل في مسابقة تحدي أبشر السعودي، قبل أن تتم تصفية عدد المشاركات إلى 20 مشاركة في المرحلة النهائية التي اختتمت يوم السبت. هذه المسابقة تنقسم إلى مسارين، هما تطوير خدمة قائمة أو ابتكار خدمة جديدة. الأفكار التي وصلت مع المرحلة النهائية سيتم استقطابها في واحة حي أبشر، وهي حاضنة تقنية لتشجيع الإبداع والابتكار بين منصب الوزارة وفئة المجتمع في تطوير أعمال خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والميدانية. هذا الشاب هو المشارك الوحيد في المسابقة الذي قدم مشاركة فردية ووصل للمرحلة النهائية، لكن هذا لم يمنعه من تحقيق المركز الأول في مسار ابتكار خدمة جديدة. الهدف من الفكرة ببساطة هو أن احنا نزود المركبات الأمنية في رحلاتهم الميدانية بكاميرات مزودة بذكاء صناعي، بحيث أن لو تعرض الرجل الأمن لاشتباك جسدي أو لفظي وأصبح غير قادر رجل الأمن على التبليغ عن الفكرة هذه جسديا، فبدور الكاميرا هذه تقدر تبلغ للجهات الإسعافية ووزارة الداخلية بنفس الوقت ببلاغ لحظي مباشرة. أما هذا الفريق ففاز بالمركز الثاني في مسار تطوير الخدمات القائمة. الفكرة كانت عبارة عن درون لإنجاد المفقودين بواسطة كاميرتين حرارية وكاميرا بصرية، تطير الدرون طيران آلي وتمسح مساحات واسعة، ومتى ما وجدت المفقود ترسل إحداثيات إلى مركز الانطلاق. يذكر أن قيمة الجوائز بلغت 170,000 ريال لكل مسار توزع على الثلاثة الأوائل. سلمى الراجح، العربية، الرياض. والآن وقفة مع الأخبار الرياضية وعبد الله الدوش. شكرا محمد، أهلا بكم مشاهدين إلى موجز الرياضة. انضم الإنجليزي أشلي يونغ إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا في فريق إنتر ميلان الإيطالي بعد الفحص الذي أجري أمس في أبيانو جنتيلي، ما يهدد القمة المرتقبة في الديربي المحلي نهاية الأسبوع بين إنتر وجاره ميلان. وبات يونغ سادس لاعب يصاب بفيروس كورونا في النادي بعد البلجيكي نينغولان وروبرتو غالياردينيوسلوفاكي ميلان سكرينيار وأليساندرو باستوني وحارس المرمى الروماني يونوت رادو. كشف المهاجم الأوروغياني لويس سواريز عن مشاعره حول الأسباب المحتملة وراء رحيله من برشلونة بعد 6 سنوات قضاها في النادي الإسباني، معللا ذلك إلى أن صداقته الوثيقة مع ليونيل ميسي كانت وراء قرار برشلونة بيعه إلى أتلتيكو مدريد، مؤكدا للإعلام الأرجنتيني خلال تواجده مع منتخب بلاده أنه لن يحتفل إذا سجل في شباك ناديه السابق، لكنه سيفعل أمام من يراهم وراء رحيله. ويعتقد سواريز أن برشلونة أراد إنهاء العلاقة بينه وميسي داخل وخارج النادي. وانضم سواريز إلى أتلتيكو مقابل 6 ملايين يورو الشهر الماضي بعدما طلب منه برشلونة الرحيل. يخوض المنتخب الفرنسي بطل العالم منافسة يتوقع أن تكون شرسة أمام المنتخب البرتغالي بطل أوروبا ونجم كريستيانو رونالدو على استاد دو فرانس في سان دوني، الذي شهد فوز البرتغال على الديوك في نهائي يورو 2016 ضمن دوري الأمم الأوروبية. وحقق المنتخب البرتغالي أيضا الفوز في مباراتيه الماضيتين بالمجموعة، وتنتظر المنتخب البرتغالي مهمة صعبة أمام تألق المهاجم الفرنسي أوليفي جيرو الذي رفع رصيد أهدافه مع منتخب بلاده إلى 42 هدفا، صعد بها للمركز الثاني في قائمة هدافي منتخب الديوك عبر تاريخه.
ويتطلع المنتخب الإيطالي إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في دوري أمم أوروبا عندما يحل ضيفا على نظيره البولندي الليلة في المجموعات الأولى. ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويخوض كل من المنتخبين الإيطالي والبولندي المباراة بمعنويات عالية، حيث تغلب المنتخب البولندي وديا على نظيره الفنلندي بخماسية، كما فاز منتخب إيطاليا على مولدوفا بسداسية. ويقدم منتخب إيطاليا أداء قويا تحت قيادة مانشيني، حيث حقق 15 انتصارا مقابل هزيمتين و5 تعادلات، ولم يتلقى أي هزيمة على أرض، لكنه سيصطدم بمنتخب بولندا الذي يضم النجم العائد روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ. المنتخب الهولندي ثاني المجموعة الأولى يحل في ضيافة البوسنة متذيلة المجموعة بنقطة واحدة، ويبحث منتخب هولندا عن استعادة توازنه بعد خسارته الجولة الماضية أمام إيطاليا ثم وديا أمام المكسيك بهدف. ولن يكون أمام منتخب هولندا الكثير من الوقت لالتقاط أنفاسه، إذ أنه مدعو للسفر إلى برغامو من أجل مواجهة إيطاليا الأربعاء في الجولة الرابعة. وتتجه الأنظار أيضا إلى المجموعة الثانية، حيث سيكون ملعب ويمبلي في لندن مسرحا للقاء مرتقب بين منتخب إنجلترا وضيف منتخب بلجيكا في إعادة لمواجهتهما في مونديال روسيا 2018، حين فاز منتخب بلجيكا في الدور الأول بهدف ثم في مواجهة المركز الثالث بهدفين. ويتصدر أصدقاء هازارد المجموعة ب6 نقاط، بينما جمع منتخب إنجلترا 4 نقاط. وتحمل المواجهة نكهة خاصة في ظل عدد اللاعبين البلجيك الذين يلعبون في إنجلترا. من ملاعب كرة القدم وأخبار الرياضة إلى ملعب نشرة الرابعة والكابتن محمد الطماعي، تفضل محمد. كباتنا بس مضيع الرياضة يا عبد الله. دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الروبوت الذكي والذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية في الأماكن المغلقة بنظام تحكم آلي. وأوضحت الرئاسة العامة أن إطلاق هذا الروبوت عالي الدقة سيسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة داخل الحرمين الشريفين. باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين الروبوت الذكي يستخدم في التعقيم ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة. تم جلب التعقيم لينضم إلى منظومة أجهزة التعقيم هنا في المسجد الحرام، يعمل 8 ساعات متواصلة دون تدخل بشري. أيضا في خاصية استشعار لكي لا يصطدم بأحد، يتوقف إذا اقترب من أي جسم، يتوقف ويغير مساره، يزيد بعملية التعقيم ويتوقف في بعض المناطق ليعقم بشكل أفضل، يعقم تقريبا 600 متر مربع. يعمل هذا الروبوت مدة 5 إلى 8 ساعات من التعقيم الداخلي على 6 مستويات مختلفة، ما يحسن من قوة وسلامة الأجواء الصحية داخل الحرم. نحن هنا في المسجد الحرام نقوم بعملية تقييم المواقع التي يعمل فيها الجهاز ليتم جلبها في أغلب مواقع مسجد الحرام بإذن الله تعالى، لأنه هو مخصص للأماكن المغلقة. شباب سعوديون يقفون خلف برمجة هذا الروبوت، حيث تمت برمجته بشكل آلي بكشف العوائق الأمامية مسافة تصل إلى 10 أمتار دون أي تدخل بشري أو ريموت كنترول. يدخل هذا الجهاز الروبوت ضمن أولى التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي داخل الحرمين الشريفين، من أمام الكعبة المشرفة قتيبة تركستاني العربية. في ختام الرابعة هذا تذكير بالعناوين. رسائل هيلاري كلينتون تكشف أن سعود الفيصل أغلق خط الهاتف في وجهها، واتصالها بقطر لدعم الجماعات المتطرفة. السعودية تسجل أدنى مستوى للإصابات اليومية بكورونا منذ إبريل عند 323 إصابة. لنجعلها خضراء تغير وجه عشرات المناطق السعودية، 10 ملايين شجرة لحماية البيئة وتحسين الحياة.
وغريفيث إلى الرياض للقاء هادي من أجل بحث صيغة مسودة اتفاق وقف النار وانتهاكات الحديدة. إلى اللقاء.